في كثير ملفات انا هلا ما الي ينتبهي ما الي حق اعددها. بيجي وقت حدا باسم الرئاسي في كثير ملفات الرئاسي عم بتتابعها. ما تحملي هم، انا رح غششك وساعدك. أنا بقدر الواحد بس يكون تحت الأضواء بيتلبك ما بيعرف يعدد الإنجازات كلها، وخصوصي إذا ما كانت من صلاحياته. بس أنا ما عندي تضارب مصالح ومن صلاحياتي عدد الإنجازات الحقيقية للعهد، لأن كلمة الحق لازم تنقال. من أهم إنجازات العهد موضوع ما تستهونوا هيدا الإنجازات أبداً. يعني ليكون حدا منكم كان ناطر مكافحة فساد وتوقيف فاسدين وبناء دولة ومؤسسات ووقف المحاصصات، هاو كلهم كانوا على الأجندة، بس ثاقبت سلموا كل الباكج لجبران وقاموا ما خلوا. شو كان بدكم ياه يعمل؟ هلأ صحيح إنه بس بده يعمل بيعمل، يعني مثلا سلاح المقاومة ونهجه كله صار مسبحة بإيده وبإيد جماعته، لما بده معمل سلعاته يمرق. وصلت معه الأمور لدرجة هدد بالانسحاب من الحكومة، اللي أصلا الكات وومن قالت إنه الطيار ما خصه فيه. وهلا بقدرة قادر بيختفي الكلام عن المعابر غير الشرعية، مش تفكروا انه في تسوية او شيء، بس الجيش ازال معظمها واللي بعدها موجودة. يعني كيف بدي اقولكم، او بلا ما انا اقولها خلي الشيخ اللي ما بعرف شو اسمه للصراحة يقولها، هو منع عبور المقاومين الى سوريا ودخول السلاح من سوريا الى لبنان. في علاقات قوية بين حزب الله وبين الجيش اللبناني، وفي تنسيق كامل وكل واحد بيعرف حدوده. بس شو قصده أقولكن؟ إنه الجيش والحزب بيعرفوا حدودهم، ولأن بالصراحة يعني الحزب مبين ما عنده حدود، بيبقى يمكن عم بذكر الجيش بحدوده. أنا شخصياً ما خايفة على الجيش طالما الحكيم عامل حسابه بالمعادلة الجديدة، هيدا اللي المفروض ظهرنا من مصيبتنا. أستاذ سالم قالنا إنه العلاقة بين الحزب وجبران قضاء وقدر. القدر فهمناها، بس شكله موضوع القضاء هو علينا. ما سيد قال حتى لو جاع الشعب السلاح خارج إطار النقاش، وبالتالي هو بأمان لو شو ما صار. صراحة بليز اسمح لي أحسدك على حظك بهالدنيا، مش بس عندك رئيس جمهورية بظهرك، عندك جمهورية موازية بعتادها كله بظهرك. يعني يوم اللي نزلوا متظاهرين حد بيتك للصراحة كان في بس الغارديانز أوف ذا جالاكسي ما نزلوا ليحموك. مجموعة المتظاهرين مرئين بسياراتهم، يعني بس الأفنجرز غابوا عن الساحة. وأكيد هيدا نموذج من الأمن بيوقع بين منزلتين، لأنه أصلا السياسيين بلبنان أنواع بالتعامل مع المسيرات عبيوتهم. النوع تبع دير دينتك الطرشة، أنت لازم تتصرف أنك مع الثوار وأكل الضرب منهم من بعد ما أكلت الأخضر واليابس، مثل الرئيس سنيورة، وليد بيك، المشنوق، الشيخ سعد وغيرهم من جماعة أكيد قصدينهم كلهم بس أنا مش واحد منهم. وفي النوع تبع عين 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 الشجرة المثمرة اللي كتير 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 طيبة، هنيك تحديداً بصير الضرب يعني وين بيوجعك يا حبيبي. بعدين في ميزة بأمن ومناصرين الرئيس بري، يعني ما بتخلص مفاعيلها بمحيط بيت الزعيم، هيك بتحسهم 3D. راحوا المتظاهرين يتشكوا قدام وزارة الداخلية لقينهم سابقينهم لهنيك. هلا عن جد يعني شخص كسر رقم القياس العالمي على كرسي رئاسة مجلس نواب، حامل الأمانة وبي المحرومين، إنه عن جد عن جد ما قادر يتحمل هالشباب والصبايا يكونوا عم يهتفوا قدام بيته. طب ما من أسبوع طلع وذكرنا إنه هو مطالبه مثل مطالبهم، وهو شخصياً قال إنه ما في حل إلا بانتخابات نيابية مبكرة. وفي نوع اللي مثل اللواء السيد، هيدا بس يكونوا الشباب قدام بيت الرئيس بري بيكون هو معهم لأنهم أحرار وثوار، بس يوصلوا لعنده بصير القبضاي فرجيني وجهه. يعني دايما المشهد بيخلص بتغريدة بتذكرك بقبضايات الحي، إنه هو كاشف الستار ومين ورا المتظاهرين ومين قدامهم بس لو يتلقط فيهم. هلأ المتظاهرين ضايعين ما بعرف في حالهم شو بدهم يعملوا، يعني مثلا حتى إذا قطعوا قدام بيت بيير بوعاصي بيقولوا عنهم مأجورين، قدام بيت زياد أسوأ بيقولوا عنهم مشبوهين. طب وين بروحوا؟ غير رجعة جورج غانم على الشاشة ليحلل مع خيو حالة شعوب لبنان. حادثتين بيختصروا المشهد، هن ليسا اللي هو عبارة عن الخلاف على العقار. نحن أصلا كلنا كلبنانيين منذ الأزل خلافنا قائم على عقار بس بمساحة 10452 كيلومتر مربع. أما الحادثة الثانية هي العفو العام، حيث بيظهر بكل أمانة كل زعيم عطايفته صياح،
الشيعة بدهم الإفراج عن مجموعة بمعظمهم من تجار المخدرات، ظلم بعضهم خصوصاً مع العمل على تشريع الحشيشة، السنة بدهم الإفراج عن الإسلاميين، لظلم بعضهم لأنهم بالسجون من دون محاكمات من سنين، وباسيل بده عودة المبعدين على إسرائيل. هيدي لأنها ورقة بتلعب لصالحه طائفياً، مع أنه ناسي هو أنه أكثر من 40% من هؤلاء المبعدين هن من الشيعة والدروز. بس سؤالي أنا أنه أكيد اللي بالسجون بالداخل عبالهم يظهروا من السجن على لبنان، بس فعلا يعني هلأ حدا استفتى المبعدين إذا بدهم يرجعوا على وطن النجوم؟ حدا سألهم؟ أنا بقول قد ما شايفيننا عايشين بعز ورفاهية وإزدهار، هن عم يتواصلوا مع المسؤولين اللبنانيين ويترجون، خصوصي بعد وصول مصطلح الفريش موني عن نظام الاقتصادي بلبنان. هذا المصطلح الخنفشاري اللي بلاد العالم كلها عم تعمل هلأ هيد هانتينج كرمال تفوتها على اقتصادها، لتكونوا صدقتوا انه الصندوق الدولي عن جد أنا بالحاكم. هذا الصندوق الدولي اصلا فكرته قائمة على انه يوطي قيمة الاشياء ليأخذها، هو اصلا بيقدر المواهب بس ما كان عارف انه الحاكم بأمر الليرة خريج الميرلينش سابقا، او كان دغري قدر قيمته. أنا بقول رح يرجع يغير رأيه ويطلب انضمام الحاكم لصفوفه. حتما ما في غير حل، أصلاً هني لما قالوا ما في مصرف مركزي بالعالم عنده سياساتك المالية كان قصدهم كومبلمنت. أنا عندي سؤال واحد، إذا بلدنا مش مفلس فيك تقلنا شو اسمنا؟ أنا شخصياً بوثق برأيك من يوم اللي خبرتنا أنه الليرة بألف خير، بس خلاص هانت. رئيس الحكومة اجتمع مع الصرافين ورح يفكوا الإضراب، ولكن إن شاء الله مو تزعم كذب، بس ما بعرف هل إضرابون أو فكوا عن جد بأثر على الحركة الاقتصادية بلبنان. يعني كل هالفترة اللي أضربوا فيها ما سمعت أنه فيش حدا جرب يصرف وتعطل تأموره بسبب إضراب الصرافي. قبل ما أختم لفت لي نظري عودة المبصرين وعلماء الفلك على الساحة اللبنانية، حسسوني أنه عم بلش سنة جديدة. هلأ كلها تنبؤات أسود من السواد، بس هن خبرة وقصة كبيرة، النجوم والكواكب عم تحكيهم، بس أعظم توقع بيتعلق بكورونا. الفيروس هيدا فيروس جرثومي انبعت بال5G وعم بيوصل على الدول تدريجياً. هلأ هو لو كان على غير الOTV كان انتبه أنه تحليله مش صح، أو لو كان صح ما كان قرب كورونا على لبنان، كان كوع وراح بعيد، لأن نحن منبعد عن الـ5G بالقليلة شي 3-4G. على كل حال ملفات التعيينات على النار وما حدا يتأمل خير، يعني بهالحكومة لو بدها تشطي كانت غيمت، والغيمة الوحيدة اللي ظهرة لحد الساعة هي اللي عايش عليها الدكتور حسان أكبر إنجازاتي، هو خليه على غيمته وإنجازاته وأنا خليني ساكته.